أهلا وسهلا. بالألماني في التيها، هالأحروف لما ينكتبوا مع بعض ينحكوا خ. أكيد ما في صعوبة باللفظ لأنه بالعربي كمان في الخ، مثل في الكلمات خلف أو أخبار. وأكيد ما في صعوبة في لفظ هالمقاطع الألمانية. أوخ أخ أوخ. وهالكلمات الألمانية كمان لازم تلفظون بشكل جيد. بوخ فخ نخ. هل صوت الأخ ينكتب بالتيها؟ وكل مرة لما يكونون مكتوبين بعض الأحروف أو أو آ ينلفظ مثل بالعربي، بس التيها كمان تقدر تنلفظ غير شكل، بس هاي بدنا نعلمكن بغير فيديو. وبالألماني الخ أبدا ما تجي في بداية الكلمة. اتفرجوا على هالأمثال: بخت كوخ يخت. وتذكروا التيها بس بعد الأحروف اللي ذكرتون تنلفظ خ. وشلون التيها كمان تقدر تنلفظ هاي تنعلمكن بغير فيديو. أوكي، باي باي، وإلى مرة الجاي.